الآن معكم إلى جولة في أروقة ما ورد في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب في قطاع غزة. سأبدأ معكم من صحيفة وول ستريت جورنال والتي نشرت تقريرا تحت عنوان لماذا تخطط إسرائيل لمهاجمة رفح رغم كل الشكوك الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مؤرخ عسكري في الجامعة العبرية القول إن السيطرة على رفح أمر حيوي إذا أرادت إسرائيل إحباط مقاومة حماس في غزة، حيث لا يمكن للمقاومة أن تصمد إلا عندما يكون لديها ملاذات آمنة. حسب ما ورد في الصحيفة، يحذر المحللون من أن تحقيق بعض الانتصارات التكتيكية لإسرائيل في رفح كتدمير وحدات حركة حماس هناك لن يضمن بالضرورة مكسبا استراتيجيا دائما إذا أعادت حركة حماس تشكيل نفسها لاحقا. هنا قالت باحثة في شؤون الشرق الأوسط إن تفكيك حركة حماس يقدم فرصا واضحة جلية لإسرائيل لإعلان النصر، إلا أن الحركة كالنبات سوف تستمر في النمو خاصة في ظل غياب استراتيجية سياسية واضحة أوسع ربما للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. نشر موقع والا مقالا للكاتب السياسي الإسرائيلي بن كاسبت تحت عنوان بنيامين نتنياهو يكرر الخدعة القذرة وستكون النتيجة هي الانتحار. الكاتب قال إنه في الوقت الراهن لا يوجد شيء في قطاع غزة، فكل الموجود هو أن حماس تحاول العودة مرة أخرى لبناء قدراتها في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هو الأمر الذي لا تستطيع إسرائيل السيطرة عليه مطلقا. الكاتب أوضح أن بنيامين نتنياهو محاصر غير قادر مطلقا على اتخاذ القرار الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالوضع في القطاع وأهمية تأسيس حكم بديل لحركة حماس هناك، حيث إنه مقيد بإملاءات سموتريتش وبن غفير. الكاتب أيضا أشار في متن كلماته إلى عدم جدوى أي عملية عسكرية مرتقبة في رفح، معتبرا أن الدخول إلى هناك سوف يعزز من أسطورة النصر الكامل التي ابتدعها بنيامين نتنياهو. يرى بن كاسبت أنه لا يوجد شيء في رفح مختلف عن ما هو موجود في خان يونس والتي تعد أكثر أهمية من رفح من حيث الحجم. نشرت صحيفة هآرتس مقالا للكاتب ألون بينكاس تحت عنوان بنيامين نتنياهو صديق ترامب معني بانتصار كامل على الرئيس بايدن وليس على حركة حماس. الكاتب قال إنه في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إنها تسير في خطواتها لإنهاء الحرب، لإنهاء العدوان وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى، ينشغل بنيامين نتنياهو بتهميش الرئيس الأمريكي بايدن لإقناع زملائه من الجمهوريين في واشنطن بأنه حليفهم واكتساب ود المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. تطرق الكاتب إلى الكلمة التي ألقاها بنيامين نتنياهو خلال لقاء أجراه مع بعض الجمهوريين عبر فيديو كونفرنس، وقال إنها لم تخرج عن المعهود في خطاباته من شكوى وادعاء للصلاح ورثاء للذات، فقد اشتكى من أن بايدن يمنعه من بلوغ النصر الكامل بمعارضته الهجوم على مدينة رفح، إلا أن الكاتب الإسرائيلي يرى أن جو بايدن لم يفعل ذلك الأمر ولم يمنع بنيامين نتنياهو من أن يأمر بوضوح الجيش الإسرائيلي بشن هجمات في جميع أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بل بالعكس أعطاه الدعم الكامل ولا محدود. ينضم إلينا للتعليق على متن ما ورد في الصحف العالمية والإسرائيلية ضيفي من رام الله سيد عبد القادر بدوي الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك يا سيد عبد القادر. سأبدأ مما ورد في الصحف الإسرائيلية، لماذا يصر بنيامين نتنياهو على دخول رفح بصورة برية؟ لماذا هذا الاجتياح أو التوغل البري المرتقب إسرائيليا يا سيد عبد القادر؟ يعني في البداية هذا الأمر يتأتى من المبالغة الإسرائيلية وتضخيم مسألة يعني قدرات حركة حماس وفساد المقاومة في رفح بأنها شكلت أو تعتبر ملاذا لمقاتلين حركة حماس أو حتى لكتائب القسام وفساد المقاومة، بالإضافة إلى يعني تضخيم مسألة التهريب عبر المنطقة الحدودية في محاولة لخلق شرعية مسبقة من أجل يعني السيطرة ربما أو احتلال معبر رفح،
ومحور فيلادلفيا الذي تتحدث عنه إسرائيل منذ بداية هذه الحرب على أنه هو يعني أكسجين الحياة بالنسبة لحركة حماس أو سريان الحياة بالنسبة لحركة حماس، وبالتالي أن القضاء على حركة حماس الهدف الإسرائيلي المعلن لهذه الحرب يتطلب أيضا قطع الأكسجين عن الحركة ووقف كل يعني الإمدادات لها من خلال شبكة الأنفاق التي تدعي إسرائيل أنها موجودة بكثرة وهي تشكل شريان الحياة بالنسبة لها. هذا الأمر يعني واضح أنه مبالغ به، ويعني هناك كذب إسرائيلي تماما كما في كل الروايات. لكن بنيامين نتنياهو على الرغم من إصراره على تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وربما هذا يضعه في بعض الأحيان في صدام حتى مع الولايات المتحدة، لكن هناك خشية حتى بالنسبة لبنيامين نتنياهو الذي يستخدم اليوم هذا الملف من أجل يعني الضغط على حركة حماس في المفاوضات. هو يعتقد أيضا أن دخول رفح وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، ويعني أن هذه العملية ربما لن تفضي إلى يعني استعادة الأسرى الإسرائيليين ولن تفضي إلى القضاء على حركة حماس، هذا الأمر أيضا سيضع بنيامين نتنياهو أمام محاسبة إسرائيلية داخلية، ويعني ربما الساعة الرملية حتى التي منحتها الولايات المتحدة أو حتى التي منحها المجتمع الإسرائيلي ستكون أو ستنفذ. وبالتالي نتنياهو يخشى من أن يصل إلى نهاية هذه الحرب مع دخول رفح، وهو بذلك يسعى اليوم عمليا إلى التلويح المتكرر والتهديد المتكرر بالدخول لرفح. لكن على ما يبدو أن بنيامين نتنياهو أيضا يخشى من نتائج هذه العملية وبأنها لن تعود يعني بالنتائج التي ربما يعني يسعى لها بنيامين نتنياهو منذ البداية. طيب يعني هي ما بين أنها ورقة ضغط ربما لإبرام الصفقة بشروط إسرائيلية أو أنها كما ذكرها بنيامين نتنياهو قدم لا محالة، لكن الأمر بين 50-50 كما يقال السيد عبد القادر. أنتقل معك إلى ما ضرب في موقع والا، هو نشر مقالا يقول فيه الكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت أنه نتنياهو يكرر الآن الخدعة، هو اسمها هكذا الخدعة القذرة، وستكون النتيجة هي الانتحار. أنا ملفت نظري وأشاركك فيه يا سيد عبد القادر أنه ذكر الكاتب الإسرائيلي أنه بنيامين نتنياهو الآن في هذه الأوقات محاصر وغير قادر على اتخاذ القرار الصائب أو الصحيح. هل تتفق مع هذه الكلمات؟ يعني بنيامين نتنياهو الذي يقود مجلس الحرب، بنيامين نتنياهو الذي يقود العدوان منذ 6 أشهر، الذي يلمح بتصريحات نارية في وجه الرئيس بايدن وفي وجه أنتوني بلينكين ويؤجج الصراع أكثر وأكثر في قطاع غزة، هل هو فعلا مقيد وغير قادر على الاتجاه الصحيح أو القرار الصحيح؟ يعني في البداية على الرغم من صوابية هذا الأمر إلا أنه ليس العامل الحاسم. بالنظر إلى خلفية الكاتب بن كسبيت هناك يعني ما يشبه الأزمة الشخصية بين نتنياهو وبين بن كسبيت، وهو من أشد الصحفيين الناقدين لبنيامين نتنياهو على مدار سنوات طويلة، ومعروف في المجتمع الإسرائيلي بأنه من ألد خصومه الإعلاميين تاريخيا. هذا الرجل كان يعني يلاحق بنيامين نتنياهو على تصريحاته ويحاول أن يقيم حتى أداؤه السياسي. في هذه الحرب انبرى أيضا بن كسبيت من أجل يعني محاربة نتنياهو إعلاميا ووصفه بالفاشل وتحميله المسؤولية، لأنه لم يتحمل مسؤولية منذ اليوم الأول تماما كما فعل العديد من السياسيين الحاليين والسابقين. لكن في التفاصيل التي يذكرها أيضا بن كسبيت هناك فعلا يعني حالة معقدة بالنسبة لبنيامين نتنياهو. هو يتعرض من ناحية لابتزاز تيار الصهيونية الدينية واليمين المتطرف الذين يرفضون يعني صفقة التبادل، وفي كثير من الأحيان يرفضون حتى الانسحاب من قطاع غزة، وهناك دعوات حتى لإعادة الاستيطان في قطاع غزة. من ناحية أخرى هناك يعني بعض الحسابات السياسية، بعض الوزراء يطالبون بالدخول إلى كابينة الحرب، هذا الأمر أيضا يدفع بوزراء الحكومة الإسرائيلية من اليمين إلى ابتزاز نتنياهو والمطالبة بالمثل. هذا الأمر معنى كل المشهد السياسي المعقد والابتزاز الذي تعرض له بنيامين نتنياهو من اليمين أيضا يعقد خيارات نتنياهو، ويعني كل ما يريد نتنياهو فعله اليوم هو أن يستمر في هذه الحكومة في منصبه كرئيسا للحكومة، وهذا الأمر يتحقق فقط من خلال ضمان استقرار الحكومة الحالية بتيارات اليمين من أجل استمراره في منصبه، وهذا يضمن له يعني بقاؤه في المنصب. لكن ما يضمن له بقاء
بقاءه في المنصب هو الحرب أو استمرار الحرب على قطاع غزة. وبالتالي بدأت الحرب تأخذ يعني جانب من التثاقل أو حتى التباطؤ. بالمناسبة كان هناك تصريحات بالأمس لكبار ضباط في الجيش الإسرائيلي قالوا أن إسرائيل اليوم بدأت تخسر بالإنجازات التكتيكية بين المزدوجين التي حققتها في المناطق التي عمل بها الجيش وتحديدا في مناطق الشمال، لأن حركة حماس تعيد بناء أصبحت قادرة على إعادة نفسها. بناء نفسها من جديد. طيب وهذا يتحمل مسؤوليته المستوى السياسي الذي يرجي مسألة مناقشة اليوم التالي. وبالتالي ويقلب فراغ أدعوك لمتابعة ما جاء سيد عبد القادر على صحيفة هآرتس. المقال للكاتب ألون بينكاس هو يكتب عنوان مثير ربما للاهتمام: بنيامين نتنياهو صديق ترامب، معني الآن بانتصار كامل على الرئيس بايدن وليس على حركة حماس. وأشاركك الرأي في هذا الأمر، لأنه ثمة بعض التسريبات اللي بتقول أن بنيامين نتنياهو يحاول اللعب على عنصر الوقت وربما يخدم حافة الهاوية في شعبية الرئيس بايدن حتى تكون الأرض مفروشة ربما بالورود لمجيء دونالد ترامب مجددا على سدة الرئاسة الأمريكية. هل تتفق مع هذا القول أو لا، أو هذا النهج في الحديث أستاذ عبد القادر؟ يعني صحيح نتنياهو أيضا إحدى رهاناته أن الانتخابات الأمريكية ستفضي إلى مرشح سيكون قريب من نتنياهو، بالإضافة إلى طاقمه الذي يتبنى ويتماهى يعني المشروع يتماهى مع المشروع الاستيطاني الصهيوني بشكل كامل. وكان هناك تجربة سابقة لنتنياهو مع ترامب ومع الطاقم الذي كان يعني بالإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب. هو يراهن اليوم على مجيء ترامب بعد أن وضع نفسه يعني في موقف صدامي مع الإدارة الأمريكية الحالية التي قدمت بالمناسبة دعما غير مسبوق لإسرائيل ربما في تاريخه. هذا الأمر يعني لم يدفع نتنياهو لاحترام أو تقدير هذه الإدارة، هو ناكر للجميل ويعني اتخذ موقفا صداميا. لكن من ناحية أخرى نتنياهو يستخدم أيضا هذا الملف كدعاية انتخابية مبكرة وحتى من أجل إحراج خصومه السياسيين وتحديدا بني جانس. نتنياهو يعني ينصب نفسه اليوم على أنه الشخص الوحيد في إسرائيل القادر على منع إقامة دولة فلسطينية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة، ويعني حاول حتى التشدد في موقفه ويعني أخذ كل أعضاء يعني الكنيسة وأعضاء الحكومة على الكنيسة وحصل على إجماع من أجل رفض مثل هذه الخطوة، وهذا وضعه في صدام مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه يقدم نفسه الوحيد القادر على رفض الإملاءات الأمريكية غير الموجودة أساسا. كل ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو مزيدا من إدخال المساعدات، بمعنى هي لا ترفض قتل الفلسطينيين ولا تريد وقف الحرب، وإنما تريد إعادة الأسرى الإسرائيليين ومن ثم استئناف العملية العسكرية. نتنياهو يصور ولا حتى سيد عبد القادر في جملة أخيرة هذه الإدارة يعني لا ترفض أمريكا حتى التوغل البري في رفح، هي تتحدث عن خطة ما بديلة ربما هي تريد السكر. هي تريد تهيئة الظروف في رفح يعني قبل الدخول في عملية عسكرية ولا ترفضها من البداية. ولكن نتنياهو كما ذكرت سمحت لي هو ينصب نفسه الوحيد القادر على رفض الضغوطات الأمريكية مقابل يعني خصمه السياسي جانس المرشح يعني أوفر حظا اليوم فيه. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر بدوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية، شرفتنا للغاية على شاشة الغد.